اهلا وسهلا بيكم من تليجراف مصر، من صاله تحرير تليجراف مصر. معكم انا عبد الرحمن شلبي. النهارده في حدث مختلف على العالم، حصل قبل كده على مستويات مختلفه، هو انقطاع الانترنت. ولكن النهارده احنا قدام حدث عالمي مختلف تماما. النهارده حصل عمليه شلل، مايكروسوفت عطست، العالم كله اصيب بشلل تام. عطست مايكروسوفت فالعالم أصيب بالزكام. مطارات توقفت تماما عن العمل، طائرات تحلق في الجو لا تستطيع النزول إلى المجرى الخاص بها. حجوزات لسفر أو لرحلات توقفت تماما. هذا هو العالم بدون إنترنت، هذا هو العالم فور حدوث أزمة صغيرة في إحدى الشركات المسؤولة عن حماية الإنترنت، شركة أمريكية كراود سترايك، شركة مسؤولة عن حماية الإنترنت متعاقدة مع مايكروسوفت الأمريكية العالمية على تقديم خدمات الحماية. صباح اليوم تعرضت إلى عطل تقني. البيان قال عطل تقني أدى إلى شلل في كافة أو في أغلب المطارات العالمية، أوروبا وأمريكا، وأيضا مستشفيات ومنشآت حيوية توقفت عن العمل تماما، بل شركات تكنولوجيا مالية أيضا توقفت عن العمل. أزمة كبيرة ضربت الشبكة العنكبوتية صباح اليوم، أدت إلى خسائر يقدرها البعض بعشرات المليارات من الدولارات، لكن حتى الآن لم يتم الوقوف على حجم تلك الخسائر. طيب الأزمة دي عبارة عن إيه؟ شركة كراود سترايك هي شركة أمريكية مسؤولة عن تأمين النظام الحوسبي لمايكروسوفت لمنطقة ما للسيرفرات الموجودة بأوروبا، تعرضت لعطل تقني. جاء بيان بعد ذلك يقول أنها كانت تحدث بعض الأنظمة فأدت إلى الشلل. الشلل اللي حصل أنا عايز أوريكم صورة واقعية لما حدث في صباح اليوم. هنا الفيديو من احد المطارات العالمية، زي ما حضراتكم شايفين العطل تم على الشاشات، توقف جميع الموظفين منتظرين عودة النظام. ربما تكون فترة الانقطاع 5 دقائق، لكن زي ما حضراتكم شايفين هناك شلل تام، هناك صوت مرتفع، هناك شلل تام عن العمل، توقف كافة الموظفين. هنا زي ما حضراتكم شايفين ايربورت ويز هاكينج، هنا بيشير الى ان في اختراق او هاكينج على النظام الحوسبي للمطارات. معلومات وبيانات سرية كثيرة في قطاعات مختلفة، بنوك مركزية في العالم قالت انها تعرضت لهذا العطل. ربما يتم خلال الساعات المقبلة الاعلان عن تفاصيل اكتر، ربما يكون في هجوم سبرلاني فعلا على الشركة، ربما عكس ذلك، ولكن الوضع قد يكون خطيرا في حالة تسرب أو سرقة بيانات ومعلومات شركات ومطارات عالمية من البيانات الخاصة بها. ده اللي حصل عالميا صباح اليوم، الشركة تعرضت لعطل، العطل ده أدى إلى شلل عالمي في المستشفيات، في المطارات، في بعض البنوك العالمية. طيب احنا في مصر هنا اتأثرنا ولا لا؟ ده سؤال مهم جدا. حتى الآن حديث المسؤولين، يعني رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي قال ان احنا بنتابع موقف تأثير الهجمات السبرانية الدولية علينا ومنظومة الطيران المصري آمنة. بشكل واضح قبل كلام رئيس الوزراء احنا تحدثنا الى مسؤولين في وزارة الطيران المدني، قالوا لنا ان الأنظمة الخاصة بالطيران المدني في مصر ليس مرتبطة
بميكروسوفت العالمية، وبالتالي الأنظمة آمنة وبياناتنا آمنة، وبالتالي حركة الطيران عندنا آمنة. معانا الدكتور المهندس محمد عبد الفتاح معانا على الهواء دلوقتي، هيوضح لنا ايه اللي حصل، هيشرح لنا اكتر ايه اللي حصل. باشمهندس محمد اهلا بيك في تليجراف مصر. احنا عايزين نشرح لجمهور تليجراف مصر ومتابعينا على مواقع التواصل الاجتماعي وجمهورنا ايه اللي حصل صباح اليوم النهارده ومدى تاثيره على الاوضاع العالميه بشكل عام. هي طبعا حضرتك عارف ان احنا بحكم الاعتماد على كلاود سيرفيسز او على يعني الخدمات السحابيه يعني، طبعا الاعتماد عليها بقى اعتماد كبير جدا دلوقتي. معظم الناس للاسف فاكره ان الموضوع اللي ليه علاقه بالكلاود سيرفيسز بتبقى يعني مش هيحصل فيها مشاكل. طبعا ده كان مثال ان حصل الكلاود الخاصه بشركه مايكروسوفت حصل فيها النهارده مشكله، وبالتالي مجموعه كبيره من الخدمات المعتمده على النوع ده من الخدمات حصل فيها مشكله. تمام. ده اللي ادى لتوقف العديد من المطارات والمستشفيات في العالم. مدى تاثير ده وانعكاسه على الاقتصاد العالمي من ناحيه، ومدى وتقديرات الاوليه لحجم الخسائر التي قد تكون قد لحقت بشركات الطيران، تقديراتها ايه؟ يعني تقدر تقول لنا رقم معين او تقديرات اوليه؟ بص حضرتك، هو طبعا يعني احنا بدري شويه ان احنا نقدر نقول ارقام بالظبط، بس طبعا احنا بنتكلم في مليارات، لان الموضوع ببساطه حضرتك بتتكلم دلوقتي على معظم المطارات الكبيره في العالم اتاثرت يعني للاسف، والحجوزات الخاصه برحلات السفر، طيران كتيره موجود في السماء يعني مش عارف ينزل، الطيران اللي تحت مش عارف يطلع، ففي مشكله ليها علاقه يعني بالترافيك الخاص بالطيران، فاحنا بنتكلم على ارقام كبيره. والنقطه الثانيه والنقطه ودي الاهم، ان في بعض المستشفيات الكبيره اعلنت انها تاثرت بالخدمه، وطبعا لو احنا بنتكلم يعني كمان اكتر على الموضوع اللي علاقه بحياه البني ادمين، النهارده لو دكتور مثلا بيعمل عمليه ومش قادر يشوف خدمه معينه، او ان النظام مربوط يعني او نظام معلومات المستشفيات مربوط بالكلاود سيرفيس، فممكن فعلا يبقى في خطر على بعض حياه البني ادمين. وطبعا دي يعني لو هنقول ان الفلوس ممكن ترجع انما البني ادمين صعب. تمام. فطبعا مشكله كبيره. في نقطه مهمه حضرتك اشرت ليها، اللي هو بديل الكلاود او بديل الانظمه السحابيه او الحوسبه السحابيه، حضرتك اشرت ليها في الاول، فده هل ده معناه عوده للوراء؟ يعني كان زمان الاول في الفتره الاولى كان كل الشركات بتحافظ على سيستم داخلي مرتبط بيها كبديل او كاداه تشغيل، ولكن مع تطور التكنولوجي بدا الاتجاه للحوسبه السحابيه. فكلام حضرتك هل ده معناه ان احنا كشركات وكمؤسسات مصريه لابد ان يكون عندنا البديل او النظام الاخر للعمل حتى لا نتعرض لمثل هذه الهجمات مثلا؟ لا، هي الفكره ان احنا حضرتك عارف ان موضوع التحول الرقمي وان كل حاجه تبقى كونكتد يعني واصله بالشبكه، ده مش هنقدر نعمل يعني الفكره بتاعت ان احنا نرجع لورا وما يبقاش في كلاود سيرفيسز. هي الفكره كلها ان الناس اللي بتعمل الديزاين الخاص بالانظمه المختلفه لازم، خصوصا في الحاجات الكبيره يعني، لازم يراعوا الجزء اللي له علاقه ب زي ما بنقول كده يبقى عندنا سيناريوهات للازمات والكوارث. بمعنى ان انا وانا ببقى بعمل السيناريو المفروض ان انا ابقى متوقع ان ممكن تحصل مشكله في الكلاود سيرفيس اللي انا يعني مشترك عليه، وبالتالي الديزاين بتاعي لازم يبقى هايبرد، بمعنى ان انا ممكن يبقى عندي الكريتيكال او الحاجات المهمه كانظمه تبقى موجوده اون بريم او موجوده عندي في مكان مجهز طبعا، او تبقى برايفت كلاود موجوده يعني جوه زي ما نقول الدوله. طبعا حضرتك عارف ان احنا يمكن الدوله المصريه واحده من المشاريع القوميه اللي اتعملت كويس جدا المركز البيانات الخاص بالموجود في العاصمه الاداريه. والنقطه الثانيه ودي المهمه، الجزء اللي ليه علاقه بالكلاود لازم ابقى عارف كويس جدا ان انا الجزء اللي علاقه بالسكيورتي مظبوط، الجزء اللي علاقه بالهاي افيلابيلتي والانظمه
يعني ممكن عارف كويس جدا كسيناريو ان لو حصل مشكله لا قدر الله في الكلاود زي ما حصل النهارده، عندي الاستمراريه بتاعه الاعمال موجوده، والحاجه اللي موجوده موجوده تحت عندي في الاون بريم او في مركز البيانات الخاص بي او مركز البيانات تمام. الخاص بي الدوله، قادر ان يشيل الخدمه. عايز اروح لنقطه مهمه جدا، وهي ان النهارده تصريحات المسؤولين المصريين على راسهم رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ومسؤول الطيران المدني قالوا ان انظمتنا جيده وسليمه ولم تتاثر بالوقت، وان الطيران المدني او الطيران يعمل بكفاءه وبكامل طاقته ولم يتعرض للازمه التقنيه العالميه. ايضا عايز اروح لنقطه مهمه جدا، هي مدى تاثر الشركات المصريه. هناك بعض الشركات المصريه المرتبطة في أنظمتها مع مايكروسوفت، هل تأثرت أو هل ظهر تأثيرات؟ وإذا كان لم يظهر فلماذا؟ يعني أنا ما شعرتش مثلا إن إحدى الشركات المصرية تعلن عن تأثرها، فده هل ده مرتبط لأن إحنا مثلا في فترة اليوم الجمعة وغدا السبت هي فترة أجازات فلم يظهر بعد، أم مرتبط بشيء آخر؟ صحيح، احنا يمكن في توجه في الدوله المصريه ان معظم الحاجات اللي ليها علاقه بالحكومه تبقى موجوده على برايفت كلاود، فدي اعتقد واحده من الحاجات الرئيسيه اللي ممكن يكون السبب فيها ان احنا ما تاثرناش. النقطه الثانيه ان مايكروسوفت واحده من الشركات الكبيره العملاقه عندها كلاود سيرفيس محترمه، في شركات ثانيه كتيره موجوده في السوق العالمي برضه بتقدم نفس الخدمه، الناس المشتركه على الكلاود سيرفيسز بتاعت الشركات الثانيه طبعا لم تتاثر. وبالتالي احنا ممكن يكون الناس دي برضو احنا مش هنحس بالمشكله ان هم مشتركين مع ناس تانية. النقطه الثالثه انك زي ما حضرتك بتقول كده، احنا النهارده الجمعه والنهارده اجازه، فالضغط الاعمال شويه مش بنفس قوه نص الاسبوع، وبالتالي ده يعني كان من حكمه ربنا ومن حسن الحظ ان احنا دي المشكله دي حصلت في يوم اجازه يعني. تمام. أنا بشكر حضرتك باشمهندس محمد خبير تكنولوجيا المعلومات، باشمهندس محمد عبد الفتاح خبير تكنولوجيا المعلومات، بشكر حضرتك تليجراف مصر، شكرا ليك. نرجع نكمل قصتنا. طبعا رئيس الوزراء قال إن في تشكيل للجنة أزمة تتابع الموضوع، طبعا كلام الباشمهندس محمد عبد الفتاح خبير تكنولوجيا المعلومات أشار لنقطة مهمة جدا، إن أغلب الأنظمة المصرية المرتبطة بسرية المعلومات على سبيل المثال البنك المركزي المصري، على سبيل المثال البورصة المصرية، على سبيل المثال بعض الشركات الحكومية أو البنوك الحكومية والأنظمة مرتبطة بسيستم داخلي، يعني لن يصيبها عطل تقني خاص بشركة كراود سترايك أو العطل التقني الخاص بمايكروسوفت، وبالتالي إحنا كمنظمات أو كمؤسسات مالية حكومية هي بعيدة تماما عن الأزمة، لكن قد يكون هناك تأثيرا لبعض الشركات القطاع الخاص التي تتعامل مع مايكروسوفت. طيب هروح لنقطة مهمة جدا، وهي الشركة المسؤولة عن العطل التقني. الشركة المسؤولة عن العطل التقني هي شركة كراود سترايك، هي شركة أمريكية أسست سنة 2011. الشركة دي أسسها مجموعة من رجال الأعمال، ولكن في 2014 تم الاستعانة بقيادي سابق في الفيدرالي الأمريكي مكتب التحقيقات الأمريكية ليكون مسؤولا عن قيادة هذه الشركة. هذه الشركة هي تعتبر أحد الأزرع الحكومية الأمريكية، حيث ساهمت خلال الفترات الماضية تحديدا في 2014 في ضبط 5 قراصنة عسكريين صينيين في حادث التجسس الأعظم، مدت حكومة الولايات المتحدة ووزارة العدل ببعض التقارير الهامة. هذه الشركة فقدت اليوم تقريبا 20 مليار دولار من قيمتها السوقية في جلسة استكشافية. يعني ايه جلسة استكشافية؟ اي قبل افتتاح الجلسة الرسمية هناك انخفاض في قيمتها السوقية بقيمة 20 مليار دولار. ايضا مايكروسوفت هي الشركة العالمية المسؤول الرئيسي او الاول عن الازمة او التي لها علاقة مباشرة بالازمة،
هي خسرت في قيمتها السوقية مبلغ بمليارات الدولارات، إجمالي المبلغ الذي خسرته الشركتين تقريبا 90 مليار دولار. هنا احنا بنتكلم عن خسائر في أسهم هذه الشركات بسبب عطل ربما لم يتجاوز الدقائق. تخيل العالم الفترة المقبلة بدون إنترنت، هل تخيلت ده؟ هل فكرت ان احنا ممكن نعود الى عصر ما قبل الانترنت؟ ده سؤال مهم جدا هنجاوب عليه في تليجراف مصر الفترة الجاية. خلال الساعات اللي جاية هنشوف تقرير وتحليلات لعالم بدون انترنت في حالة حدوث عطل. هذا العطل هو ليس الاول ولكنه ربما يكون الاكبر من حيث التأثير والخسائر الاقتصادية. هنا عندنا مطارات حصل فيها شلل، عندنا دول انتفضت فور حدوث الواقع زي ما حضراتكم شايفين، المطار متوقف تماما، الموظفون يقفون امام الشاشات بعيدا عن اعمالهم منتظرين بعد سيطرة العلامة الزرقاء على الشاشات. الصور الدول على سبيل المثال الخارجية الإماراتية نصحت جميع المتعاملين مع نظام الأونلاين بعدم القيام بأي معاملات لحين حل العطل التقني العالمي خوفا على سرية معلوماتهم وبيانات الحسابات. أيضا مصادر عندنا في تليجراف مصر قالت لنا إن منظومة الطيران المصري ما تأثرتش بالعطل، وده لما أشار ليه برضو الباشمهندس محمد عبد الفتاح الخبير التكنولوجي وخبير أمن المعلومات، قال إن المنظومة المرتبطة بالطيران المدني وبعض الأجهزة أو المؤسسات الحكومية المصرية مؤمنة بشكل داخلي، وهناك شرط في القانون بالاحتفاظ بالداتا بيز داخليا، فبالتالي هي ليس في عرضة لعطل تقني خارجي مثل ما حدث مع كراود سترايك. ايضا البنك المركزي الاسرائيلي حصل تأثر ايضا بأزمة الاعطال، وقال ان انظمته الداخلية تأثرت بأزمة العطل التقني. ايضا الخطوط الجوية التركية قالت برضو انها لديها بعض المشكلات في اصدار وتسجيل وحجز التذاكر الخاصة برحلات الطيران ورحلات الوصول والحجز. زي ما قلت لحضراتكم العطل التقني الذي حدث في الانترنت صباح اليوم ادى الى شلل في كافة المطارات، يعني ببساطة لا طائرة تستطيع النزول ارضا ولا طائرة تستطيع الصعود الى السماء. ده على مستوى الطيران. على مستوى النقل البحري اعتقد برضو انظمة النقل البحري اصابها بعض الشلل. بعض المعلومات الاولية تقول ان عندنا في الازمة الحالية في الانترنت ازمة مرتبطة ببعض السيرفرات الموجودة في اوروبا، وبالتالي الازمة مقتصرة على اوروبا وعلى بعض الدول الاخرى المرتبطة بنفس سيرفرات اوروبا. البعض بيسأل ليه ما حصلش في الصين؟ هناك تكهنات تقول ان الازمة الحالية هي جزء من حرب عالمية في الامن السيبراني، وهي حرب ما بين جبهتين، جبهة فيها الولايات المتحدة الامريكية واوروبا، وجبهة اخرى فيها تقف روسيا والصين. ربما يكون ما حدث اليوم هو جزء من هجمة هجمات سيبرانية أو هجمات إلكترونية على الأنظمة الخاصة بأوروبا. ده كله هيبان خلال الساعات المقبلة، خاصة إن القانون الأوروبي بيلزم شركة مايكروسوفت وبيلزم أيضا شركة كراود سترايك بالإعلان عن الحقيقة كاملة بتفاصيلها. هل هذا كان عطل فني تقني كما قالت الشركة في البيان الأولي، أم أنها هجمات حقيقية لقراصنة استهدفوا الأنظمة الأوروبية وبالتالي اخترقت أنظمة الشركات أو الشركة، أم يكون سببه
سبب تحديثات كما قالت الشركة في بيان لاحق. ده اللي هنشوفه في غير كده الحقيقة الكاملة هتعلنها الشركة، وإلا سيتم فرض عليها عقوبات مالية ضخمة. الخسائر الأولية تتجاوز عشرات المليارات من الدولارات على مستوى المطارات وعلى مستوى الأنظمة المرتبطة بحجز ووصول تذاكر الطيران. ربما تظهر بعض المشكلات في بعض البنوك عالميا خلال الساعات اللي جاية، ربما يتم الإعلان عن تأثر بعض البنوك أو بعض أنظمة الصرف والسحب الإلكتروني والتحويلات المالية. ده اللي هنشوفه في تليجراف مصر وهنتابع معاه، ولكن تابعوا معانا في تليجراف مصر هتلاقوا تفاصيل أكتر وإجابة عن سؤال مهم، وهو تخيل الحياة بدون إنترنت، هل سنعود للوراء؟ هل ستنتهي مواقع التواصل الاجتماعي؟ هل سنعود للتليفون الأرضي؟ هل ستعود الجرائد الورقية والبريد كوسيلة للتواصل ومعرفة المعلومات؟ ده كله هنجاوب عليه في تليجراف مصر، تابعونا.